ومن داخلي واحد النقطه راكم سمعتوها ديال الاستقاله ديال ايتمن. استقاله ايتمن كيف برضها هو وخرج واحد الخرجه اعلاميه قال ودي بانني توصلت واحد المراسله كتقول بانني ما يمكنش ليا يكون عندي نكون رئيس فريق وفي نفس الوقت غتسمح لي اخويا غير نفس هذه النقطه وندوزك واخا الوقت مشى. اذا قال لك هذاك ما يمكنش لي يكون رئيس فريق المحمديه وفي نفس الوقت نكون رئيس ديال المقاطعه ديال المحمديه. يعني علاش؟ لانه انا سميتو هنا غتولي حاله التنافي لانني انا غنكون مطالب نسيني على ذاك الدعم اللي كيمشي من المقاطعه المحمديه او جماعه المحمديه نقول جماعه المحمديه او جوست ماشي مقاطعه جماعه المحمديه كتعطي واحد الدعم سنوي لفريق شباب المحمديه ما يمكنش يكون انا نسينيه وفي نفس الوقت انا رئيس المحمديه غنتوصل به. اذا هناك حاله التنافي. غير بغيت نوضح واحد القضيه حاله التنافي ما كايناش دابا غير عند رئيس المحمديه كاين عند ثلاث الناس على الاقل ثلاث الناس وغنقولهم لكم. كاين السي عبد السلام بن القشور رئيس المجلس الجماعي ديال الزمامره ولا زال رئيسا لنهضه الزمامره. السي اشرف ابرون نائب ثاني ديال جماعه تطوان ولا زال رئيسا لفريق المغرب تطوان او عضو في مكتب المديرين ما عرفتش شنو هو المهام ديالو المهم لا زال يشغل مهام في الماط المغرب تطوان. السي حسن الفيلالي كتبقى بين قوسين لانه ما متاكدش والسي ابرون باقي ولا ما باقيش المهم انا بالنسبه لي ابرون باقي مازال في الماط. كاين السي حسن الفيلالي اللي هو رئيس الجماعه ديال سيدي علال البحراوي وفي نفس الوقت رئيس ديال اتحاد الخميسات. فهاد الناس راه كلهم معنيين راه ماشي غير راه ماشي غير ايتمنى بوحدو. وكاين عندي شك في واحد اخر عاوتاني جودار ولو ان جودار ربما في الانتخابات الاخرى اللي كانت ربما كان بغا يدوز ولدو ولكن ولدو ما نجحش وهادي ما عرفتش واش ولدو داز ولا ما دازش شي راه ولدو راه بحالو ولا كان ولدو راه كاينه حاله التنافي دونك وباقي هو رئيس ديال فتح سباته. هادو كمواضيع هادي من جهه من جهه ثانيه الا كنا كنقولوا هنا كاينه حاله التنافي فراه حاله التنافي شنو هي؟ راه هي ازدواجيه المهام. فحاله التنافي راه ما كايناش غير راه ما كايناش غير ما كايناش غير 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 بالنسبه لايتمنى وهاد الناس اللي كاين عليهم راه كاينه حتى بالنسبه للناس اخرين اللي هما باقيين شادين مسؤوليه كيسيروا الكره وفي نفس الوقت رؤساء ديال الفرق راه كيعطيه الدعم كيعطي كيصيفط الدعم لراسو. الا خدينا مثلا رئيس العصبه راه عنده الصفه كذلك ديال رئيس الجامعه فكيقدر النائب الاول لرئيس الجامعه كتقدر بصيفته النائب الثاني لرئيس الجامعه يقدر القجع يتغيب يكون هو حاضر ويسيني الدعم في بلاصتو تكون الورق يعني الكشوفات ديال الدعم جات ديك الساعه باش تسينا كان القجع في مهمه خارج المملكه كيكون هو حاضر يقدر يسيني هو. هذا بطبيعه الحال دون ان ننسى ان القجع براسو راه كيسيني على الدعم اللي كيتعطى للفرق وكيتعطى من المال العمومي داك الدعم اللي هو ديال النقد التلفازي راه كيسيني وكيسيني على الدعم ديال بركان. وما نساوش انه بركان راه كان واحد العام ماشي غير هادي عامين في التقرير المالي ديالهم كاين 4 المليار 4 المليار اصاحبي ديال الاعانات وديال المنح منين جات بلا ما نذكر شكون هو مولاهم. دونك خصنا شي حوايج توضح في كره اليوم هادشي عينا منه. دونك حنا بغينا نصفيو الكره ما بغيناش نبقاو عايشين في الغموض. الو الو وي سيدي وي مرحبا مرحبا تفضل خويا كي داير الاحوال كلشي بخير الله يطول عمرك. نعم مرحبا وما خليتي وما خليتي انا نقول في هذه القضيه ديال القزع خليتي كلشي. لا خويا سعيد ديما عندك ما تقول تفضل قول لينا اش عندك ما تقول. وصيفطنا لك ازدواجيه المهام تكلمتي عليها صيفطنا لك حاله التنافي راك تكلمتي عليها ومالك محضر قول لينا انت قول لينا انت بغا يطلع ويطلعوك هذا حتى الاول لكن المشكل لا لا راه صيفطت لك انا الصباح ومن قبيل وانا كنكتب لك في التعاليق لا صيفط لي غير ميساج بما بغا يطلع انا ما عرفتش واش بغا يطلع.
ماشي لا راك كنعيط، ما كنتش كتحبسني. لا ابدا تهضر، كيفاش كنحبسك؟ ايه شي طروف وكنعيط وكان صافي وكانت ابي ريفيوزي. دابا في اللايف لا حيت كنحبس لان المكالمات، لانه في وقت اللي كنهضر ما كنبغيش شي واحد يتصل. ماشي مشكل، احنا فتحنا لك الشهيه بهذا الموضوع صيفط لنا الميساج بنهار هذا المره، صيفط لي بنهار باش تكون داكشي منظم مزيان، بنهار صيفط لي نقيل لك في اللائحه وحنا ناضيين. يلا تفضل مرحبا. صيفطنا لك موضوع زوين راك وقفت وافقتينا عليه فيما يخص السب والقذف ديال الجماهير المغربيه في السي وحيد. قبل ما نشارك معك في هذا الموضوع عندي واحد جوج من النقيطات بعد على الرجاء والمقابله كي قلتي، لانه خصنا نحترم